النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير بالجميع. نهار اليوم ساعات أجواء صيفية اعتيادية في عموم مناطق المملكة. استمرت درجات الحرارة أقل بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، لكن خلال الساعات القادمة وخلال يوم الأربعاء تبدأ المملكة تتأثر بتيارات هوائية حارة نسبيا تعمل على ارتفاع من جديد في درجات الحرارة، تصبح أعلى من معدلات مثل هذا الوقت من العام. تسود أجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، شديدة الحرارة في المناطق المنخفضة. تفاصيل أكثر سنستعرضها في هذه النشرة، لكن نبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، لتوضح خلوع عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم المنخفضة التي عبرت سماء المملكة خلال ساعات الصباح الباكرية ناتجة عن ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية. نتحدث الآن عن تفاصيل أكثر حول درجات الحرارة المتوقعة والارتفاع المتوقع على درجات الحرارة باستعراضنا لهذه الخرائط لتوزيع الكتل الهوائية في طبقات الجو المتوسط اعتبارا من نهار اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع، أي حتى يوم الجمعة. يوم الثلاثاء استمرت المملكة تحت تأثيرات تيارات غربية، سالت أجواء صيفية اعتيادية خلال ساعات النهار، درجات الحرارة استمرت أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. يوم الأربعاء بإذن الله ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي، تعود الأجواء الحارة نسبيا كنتيجة لوجودنا على أطراف لكتلة هوائية شديدة الحرارة تسود في عموم شبه الجزيرة العربية وأيضا منطقة العراق، تتقدم تدريجيا نحو المملكة لتلامس أجواء المملكة، وبالتالي ترتفع درجات الحرارة قليلا، تصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. يصبح الطقس حار نسبيا خلال ساعات النهار في المرتفعات الجبلية الشديدة الحرارة في المناطق المنخفضة تحديدا منطقة الأغوار بحر الميت وأيضا منطقة العقبة. خلال ساعات الليل أيضا ترتفع درجات الحرارة لتسود أجواء معتدلة إلى دافئة في عموم المناطق. يوم الخميس تستمر أو تسجل درجات الحرارة المزيد من الارتفاع، يستمر الطقس أيضا الحار نسبيا في الجبال شديد الحرارة في المناطق المنخفضة، أما ليلا تستمر الليالي الدافئة في أغلب مناطق المملكة تكون معتدلة في المناطق الجبلية العالية. يوم الجمعة لا تغير الحالة الجوية، تستمر درجات الحرارة مرتفعة خاصة في المنطقة الشرقية وأيضا الجنوبية حيث تكون درجات الحرارة أربعينية في هذه المناطق، بينما يستمر الطقس حار نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية في القطاع الغربي من المملكة، بينما تكون شديدة الحرارة ومرهقة في منطقة الأغوار البحر الميت وأيضا منطقة العقبة. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تستمر الأجواء اللطيفة بشكل عام والرطبة، 19 درجة مئوية متوقعة، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة عمان والتوقعات الجوية الثلاث أيام القادمة. يوم الأربعاء ارتفاع على درجات الحرارة 31 درجة مئوية كحرارة عظمى، الصغرى 22، المزيد من الارتفاع يوم الخميس 34 إلى 24، ونفس الأجواء والحرارات يوم الجمعة مع 34 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 22 درجة مئوية. نستعرض الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة ليوم الأربعاء. المفرق طقس صافي 34 إلى 22، إربد 32 إلى 21، جرش طقس صافي 33 إلى 23، وعجلون 31 إلى 20 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 34 إلى 24، البلقاء 31 إلى 22، نفس الأجواء والحرارة في العاصمة عمان، مدبة 32 إلى 22، والبحر الميت طقس حار 37 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 31 إلى 21، الطفيلة 30 إلى 21، معان طقس صافي 34 إلى 24، الشوبك 28 إلى 20، والعقبة 39 إلى 30 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية الأزرق 38 إلى 24، الصفاوي 38 إلى 24 أيضا، ورويشد 37 إلى 25 درجة مئوية مع طقس صافي بشكل عام. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت،
المهنية للاستثمارات العقارية وسعودي وشركاه للتطوير العقاري.